اشحن ايفونك بسرعة عن طريق الادابتورز اللي قدامنا. هنعرف ازاي في الفيديو ده. للي ما عملش سبسكرايب او اشتراك ينزل دلوقتي يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس اللي جنب كلمة سبسكرايب او اشتراك بالعربي، ومنساش يحط لايك ويعمل شير للفيديو دوت لاصحابه عشان يقدروا يستفيدوا. زي ما هو قدامنا هنا هوت عندنا الادابتور العادي اللي بيجي مع اي ايفون، ده الادابتور اللي بيجي مع الايباد، وده الادابتور الكبير اللي بيجي مع ماك بوك برو او لابتوب بتاع ابل. وكل واحد طبعا بيختلف من قوة توصيله للشحن من حيث الفولتج والامبير. طيب الكلام ده ازاي او بيحصل ازاي؟ من اول ايفون 8 و 8 بلس فيما فوق لايفون 10، ايفون 10S او 10S ماكس، او زي ما هو مكتوب ايفون اكس او اكس اس او اكس اكس ماكس. دلوقتي ليه بيتم فيه دعم الشحن السريع؟ زي ما قلنا ابل من اول ايفون 8 نزلت الوايرلس تشارج عن طريق خاصية الشي او الوايرلس شي تشارجينج. من هنا من اول ايفون 8 تقدر تشحن تليفونك سريع جدا في خلال دقائق، يقدر يوصل لك من 0% الى 50% في خلال 20 او 30 دقيقة على حسب انهي ادابتور تشحن بيه. وفي كمان واحد اعلى من دوت اللي بيشحن الماك بوك برو اللي هو 15 بوصة، اللي هنا معانا دوت ده 13 بوصة. ولكن لو هتستخدم الشاحن بتاع الماك بوك برو محتاج انك تجيب كابل يو اس بي سي تو لايتنينج اللي هو غير اللي بيجي مع الايفون، ده اللي بيجي مع الايفون اللي هو في اليو اس بي العادي، ومن الناحية التانية لايتنينج. ولكن دوت المختلف اللي فيه ان بدل اليو اس بي تايب اي في عندنا تايب سي اللي يقدر يستخدم مع الشاحن او الادابتور اللي موجود قدامنا. ولكن لو عندك او تقدر تجيب واحد زي الايباد برو او اي ايباد بيجي مع دايما الشاحن اللي بالمنظر ده وهو يو اس بي اي عادي، ممكن تقدر تشحنه بكابل الايفون طبيعي وهيشحن لك الايفون سريع. ودي عن تجربة، يعني انا بقالي اكتر من سنة بستخدم الباور ادابتور اللي بيجي مع الايباد. مؤخرا لما عرفت من البوست اللي منزلها ابل ان هم يقدروا يشحن عن طريق كمان الباور ادابتور بتاع الباك الماك بوك برو، جربته وبدأ يشحن اسرع من غير ما يسخن الايفون بتاعك او الادابتور اللي بتشحن بيه. وده هعمل لكم تجربة في فيديو ممكن انزله في الفيديو دوت او في فيديو منفصل، هيبقى تايم لابس فيديو سريع عن الايفون لما يشحن من 0% لغاية 50% زي ما ابل نزلها في البوست عندها في خلال 20 او 30 دقيقة. وبكده يبقى خلصنا الفيديو وعرفنا ايه هي الحاجات اللي محتاجينها عشان نقدر نشحن الايفون بتاعك من 0% لغاية 50% في وقت قليل جدا زي 20 او 30 دقيقة، بان الشاحن اللي بيجي مع الايفون العادي بيشحن الموبايل بتاعك في خلال ساعتين الا ربع. فلما تشحن 50% من الايفون بتاعك في خلال 20 30 دقيقة فده مكسب ليه كويس جدا. اذا عجبكم الفيديو ياريت تنسوش تعملوا سبسكرايب، فعلوا الجرس وشير ولايك لاصحابكم.